صباح الخير جميعا. صباح الخير لك كاندي. مرحبا سوزي، أين نحن؟ هل تعلمين ماذا سيحدث الآن؟ لا، ساعدونا. توقف عن الصراخ، ينتظركم تحد رائع وممتع حقا. تحتاجون فقط إلى الضغط على الأزرار، وبالحظ سوف تسقط كل الأشياء الرائعة وغير الرائعة. على سبيل المثال، لا يرغب الجميع في الحصول على مطر من البيض. ستكون هذه المظلة مفيدة هنا. ماذا وراء الزر الأحمر؟ هذا أفضل. مفتاح ذهبي، قصاصة ورقية، وبالطبع الكثير من المال. يا فتيات، هل تفهمون القواعد؟ إذن دعونا نذهب. أحببت تأثير الزر الأحمر، ربما سأضغط عليه. سوزي، لدي أخبار سيئة لك. خلف هذا الزر ستجدين جبنة كريهة الرائحة. أنا حقا آسف. هذا فقط مقرف ومؤلم كثيرا. سوزي لم يخالفها الحال. دعونا نرى ماذا كنت أنت محظوظة كاندي. لدي شعور جيد جدا. حسنا، فعلا محظوظة. هناك الكثير من الكريمة في انتظارك. لا يمكن حتى التخيل كم سيكون هناك. لماذا الكثير؟ على الرغم لا مانع من الكثير من الكريمة اللذيذة. حان الوقت الآن لتناول بعض الإضافات اللذيذة. كاندي، هل أنت مستعدة؟ إذن أمسكي. واو، لم أفكر أبدا في أنني محظوظة هكذا. وهذا ليس كل شيء، يبقى فقط إضافة الكرزة على الكعكة. حقا أنا كعكة حقيقية اليوم. سوزي، حان دورك للضغط على الزر. آي آي، لم يحالفك الحظ. هذه المرة لديك مجموعة كاملة من الصراصير. ما هذا؟ ليس عادلا، كل هذا بسبب هذه الأزرار. خذ. آي آي، ماذا سيحدث الآن؟ سيكون هناك كولا مذهل. حسناً، في الواقع تم إلغاء الصراصير. حان الوقت لتناول الكولا. نعم، هذا ما أعنيه بالحظ الرائع. سيكون الأمر أكثر روعة إذا التقطت كل الكولا في الكوب الضخم. سوزي، انظري إلى نفسك، كلك مبللة. وأنا سأشرب الكولا حقاً. هذا هراء، ما زلت سأشرب الكولا. لكن هناك شيء غريب يحدث للأزرار، يبدو أنه ماس كهربائي. لا 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 حاجة، فقط لا. نعم، هل تعتقدي أنني سكبت الكولا لتشربي؟ لا، هذه الكولا ستصبح لعنة لك. حان الوقت الآن لنافورة الكولا، هيا. لقد بلغت حقا. مثل هذه النافورة بالفعل أكثر من اللازم. سيكون من الضروري إيقافها. أي زر سأختار؟ ربما الأخضر. روعة كاندي، أنا سعيد جدا من أجلك لأنك حصلت على الكعكة اللذيذة. الشيء الوحيد الذي يجب أن تعرفيه هو أنها ثقيلة جدا. نعم، الكعكة أكبر من رأسك. ما المضحك في ذلك؟ إنه لذيذ جدا ومذاقه أفضل بكثير. يبقى فقط إضافة شمعة إلى الكعكة. ماذا تضيف؟ ما هذا الرعب؟ نار، ساعدوني. ماذا يحدث هناك؟ نعم، كاندي حقا في حالة سيئة. أنا بحاجة ماسة لإخماد هذا النار. أنا أعرف حتى ماذا أفعل. سوف يساعدنا الرجل الإطفاء بيت. بيت، ساعدنا أطفئ هذا الرعب. لا مشكلة، في الحال. أحسن، شكرا لمساعدتك. نعم شكرا، كان الجو حارا لكنه الآن أفضل بكثير. من هو الأول، كاندي أم سوزي؟ سوزي هيا. ماذا سأختار؟ الزر الأحمر، لا تخذلني. اختيار عظيم، لكن هناك شيء واحد فقط. لا
لم يكن لدي وقت لطهي الفشار، لذلك سيتعين على سوزي التعامل مع الحبوب غير المفتوحة. لا، الحبوب صلبة جدا، حتى أسناني لم تستطع التعامل معها. أنا بحاجة إلى استعادة أسناني، لا يمكنني العيش مع حفرة من هذا القبيل. جاهزة؟ إنه الأمر محزن أن تترك سوزي بدون فشار، أعتقد أنه لم يفوت الأوان على الإطلاق. من أين تأتي هذه الرائحة؟ لماذا ترتفع درجة الحرارة هنا؟ أنا بالفعل أتعرق. واو، روعة، الآن فهمت، الفشار رائع. وأنا أيضا فهمت، رائع حقا، رائع ولذيذ أيضا. سوزي، ما الذي يحدث هناك؟ لماذا هناك الكثير من الفشار؟ هذا فعلا كثير، لا يمكنني بعد الآن. هذا حر جدا. النار، ساعدوني، هذا يكفي، حان وقت الإطفاء. كيندي، أنقذيني من فضلك، أنا مشتعلة. آمل أن ينقذني هذا الزر. الزر الأصفر، كل الأمل عليك. جليل. سوزي، حان وقت الانتعاش قليلا. هذا مؤلم، لكن شكرا على الجليد. أخيرا، الجو ليس حارا هنا، سأتمكن من أكل الفشار اللذيذ بأمان. كيندي، حان دورك للضغط على الزر. انتظر، هذه طريقة ممتعة للغاية. أعتقد أنني أعرف كيف ألهيك. استيقظي، أسرعي. هذا مؤلم. أنا هنا، هنا، لماذا تصرخ هكذا؟ سوف أضغط على الزر الأخضر. لا، ليس هذا، أنا أكره الصراصير، من فضلك. وأنا أحبهم، خاصة عندما يسقطون في هذا التحدي. حسناً أعزائي، هل أنتم مستعدون لتكوين صداقات مع كيندي؟ حان الوقت لزيارتها. يكفي، من فضلك، هناك الكثير منهم، ماذا أفعل؟ لا، لا يمكنني التواجد معهم في نفس الصندوق. ساعدوني، انزعهم عني أو أخرجني من هنا. يبدو أن الصرصور أحب حقا شعلك اللامع، لكن ليس لوقت طويل، يمكن هزيمة أي صرصور بهذا الحذاء. خذ هذا، هذا لك، تستحق ذلك. كان ذلك مؤلم جدا. ليس لدي نعال، أعتقد أن هذا الحذاء الأبيض سيأتي بالغرض. أنت هنا أيها الحشرة، مباشرة على الزر. الآن سوف أضربك. يبدو أنه سيتم حل مشكلتي قريبا. حان الوقت لسم الحشرات. كيندي، لا يمكنك تنفس هذه الأشياء، إنها مميتة، لذلك أحضرت لك قناع الغاز. بالطبع، يجب أن يعلم الجميع أنه لا ينبغي بأي حل من الأحوال استنشاق طارد الحشرات. حسنا يا صراصير، هل أنتم مستعدون؟ تم العمل، يبدو أنني نجحت. سوزي، أنت ستضغطي على الزر مرة أخرى. أنا جائعة، هل يمكنني الحصول على شيء لذيذ؟ لما لا، لديك بطاطس مقلية، صغيرة جدا حقا. هل هذا كل شيء؟ هذا لا يكفي أبدا. لم أرى أبدا بطاطس مقلية بهذا الحجم الصغير، لكنها لا تزال لذيذة جدا. أين الصلصة؟ أريد صلصة. لكن سيكون هناك الكثير من الصلصة. لماذا أحتاج إلى الكثير من الصلصة؟ ماذا سأفعل بها؟ حسنا، على الأقل سيكون مذاق البطاطس أفضل بكثير. كيندي، ماذا تشاهدي؟ هل أنت غيورة؟ أعتقد أن الوقت قد حان لي للضغط أيضا. أخيراً الجائزة الكبرى. أخيراً حصل شخص ما على جائزة رائعة حقاً. كيندي، هناك حقيبة كاملة من المال في انتظارك،
لن أرفض هذا الشيء أبداً بنفسي، لكن أمسكي. واو، سوف أصبح غنية، روعة. أعطني أيضاً القليل فقط. لكن هذا ليس كل شيء، الجائزة الرئيسية لم تأتي بعد. ثقيل، وماذا أفعل به؟ بالضبط، سيساعدني على الخروج من هذا القفص. عاشت الحرية. متى سأخرج أنا؟ أتسمعونني؟ يوماً ما. شكراً لكم جميعاً على المشاهدة. يا فتيات، حان الوقت لبدء التحدي. ما اللون الذي سأختاره؟ أتمنى ألا يخذلني الأزرق، يبدو لطيفاً. أوه لا سوزي، أنا آسف لكن لم يحالفك الحظ، لأن عليك أن تواجهي مجموعة كاملة من بيض الدجاج النيئ. أتمنى أن تغطي رأسك بالفعل من الضربات. أوه كم يوجد لديك البيض؟ من أجل التحدي أستطيع العثور على كل شيء. أوه يجب أن تري نفسك بركة من بيض الدجاج. شكرا لك على الإطراء، يا له من الرعب، أنا مليئة بالبيض. حان الوقت لمواصلة التحدي، باربي أنت الآن. إذن دائما لدي لون أحمر، لا أعتقد أنه سيخذلني. حسنا باربي، لقد حصلت على طبق لذيذ. صحيح هذه اللذاذة حارة جدا، أمسكي بأجنحة الدجاج من كي إف سي. لماذا من الضروري رميهم هكذا؟ كان يمكنك إعطائي إياهم. لكن شكراً، أنا أحب أجنحة الدجاج من كي إف سي. جعت بينما كنت أنتظر. من دواعي سروري، والأهم من ذلك كوني مستعدة للنيران. أشعر بشعور سيء. رائع، لم أرى أحد يقذف مثل هذه النيران الهائلة. أعتقد أن رجل الإطفاء يجب أن يساعد. كان يوجد رغوة، ولكن الآن أنا لا أحترق. أفضل بكثير. من دواعي سروري، لابد لي من إنقاذ مشتركين المفضلين. من سيكون أول هذه المرة، سوزي أو باربي؟ ربما باربي، لنبدأ معك. لدي شعر أزرق، إنها إشارة علي الضغط على الزر الأزرق. رائع، أخيرا دخل شخص ما إلى الطعام اللذيذ الحقيقي. باربي ستحصلين على علبة كوكاكولا ضخمة، استعدي سيكون هناك فيضان. كم يوجد كولا؟ روعة، أنا أحبها، لكن معظمها انسكب، لذلك أريد المزيد. واو، ضغطة أخرى على الزر. حان الوقت لأكبر زجاجة كولا أمتلكها على الإطلاق. هذا يكفي، هذا كثير للغاية، سوف أغرق من الكثير من الكولا. أنت نفسك تريد تناول الكثير من الكولا، لماذا أنت لست سعيدة؟ لم أعرف أنه من غير الممكن التحدث تحت الماء، لكنني أعرف ما الذي يمكن أن ينقذك، بعض المنتوس. سوف تفور الكولا بالتأكيد. انفجار حقيقي، أنت مبلل في الكولا الآن. شكراً، لا أعتقد أنني سأشتري الكولا مرة أخرى في حياتي. هل أنت مستعدة يا سوزي؟ حان دورك للضغط على الزر. إذا ضغطت على الزر الأزرق مرة أخرى سأحصل بالتأكيد على شيء لذيذ، آمل ذلك. ضغطت سوزي على زر مضحك للغاية لوجود بحر من فقاعات الصابون خلفه. المتعة الحقيقية لمن يطلقهم، الذي هو أنا. سوزي أمسكي. واو، كم يوجد فقاعات هنا، إنها تملأ الصندوق بالكامل. حان وقت الديسكو والصابون. كنت مخطئا، تبين أن نفخ الفقاعات ليس مرحا جدا، لكن سيكون مرح عندما أسكب الماء والصابون على سوزي. على الأقل هناك بعض الترفيه. كيف تجرؤ؟ هل تعتقد أنني لن أخرج من هنا؟ ما
نعم، على ما يبدو لن أخرج حقا. يا إلهي، لم يضغط أحد على الزر الأزرق حتى الآن، لماذا لا أجربه؟ اختيار عظيم، من لا يحب المارشميلو؟ لا أحد، لذلك ستكون باربي سعيدة بالتأكيد بكيس كامل من المارشميلو. هيا انطلقوا. رائع، مطر من المارشميلو. كنت أحلم بهذا منذ أن كنت طفلة. أنا الآن بحاجة إلى ملء فمي بهذا المارشميلو اللذيذ. لا يصدق. سوزي، هل أنت مستعدة للضغط على الزر؟ حان الوقت للزر الأصفر. أتساءل ماذا وراءه؟ كان من الأفضل لو اخترت الزر الأزرق للمرة الثالثة، لأنك الآن ستحصلين على رقائق توريتوس حارة جداً. إنها حارة لدرجة أنه لا يمكنني إمساكها. آمل أن تستمتعي سوزي بهذه المفاجأة. نعم، أنا أحب رقائق الشيبس، خاصة عندما يكون هناك الكثير منهم. أخيراً طعم لذيذ. نعم، ما زالت لم تشك فيما ينتظرها. يبدو أن هناك شيئاً يحدث بداخلي. سوزي، لم أعتقد أبداً أنك ستساعديني في إعداد المارشميلو المحمص اللذيذ بدلاً من العادي. كم أنا متعبة؟ لا يوجد شيء متعب بالنسبة لي، لأن هذه الجولة تدور حول الحلويات والمرح. ماذا سأختار؟ ربما الزر الأحمر الاحتفالي. ضغط شخص ما على زر العيد. حان وقت القنبلة الورقية في الصندوق. هل أنت مستعدة يا سوزي؟ واو، كم هذا جميل. أنا في مزاج للاحتفال بعيد ميلادي. هذا ليس كل شيء. ما هو عيد الميلاد بدون كعكة ضخمة ولذيذة؟ بالطبع ستحصل سوزي على واحدة أيضا. بالمناسبة الكعكة لذيذة، الشيء الرئيسي هو أن لا تنهار عند السقوط للأسفل. كيك، هذا رائع. يبقى فقط أن أضيء الشموع. واو، نعم، إنه عيد ميلادي الحقيقي. لماذا نحتفل به بالصندوق الصغير؟ حان الوقت للخروج وأطفاء الشموع أمام الجميع. الآن يجب أن تتحقق أمنيتي. يا لها من كعكة لذيذة. لماذا لم تدعينني؟ ألست محرجة من نفسك؟ لقد فتنت للتو بطعم هذه الكعكة، إنه أمر لا يصدق. لكن هل يمكنك أكلها بشكل أسرع؟ لماذا يجب الإسراع؟ سوزي، يا له من جمال، أهنئك، عيد ميلاد سعيد. هذا صحيح، هناك أيضا باربي، لذلك من الأفضل أن أذهب إليها. سأتضامن مع سوزي وأختار الزر الأحمر الاحتفالي أيضا، أريد أن أحتفل بعيد ميلادي. يبدو أن باربي قد نسيت أن لكل شخص شيئاً مختلف. على سبيل المثال، الآن بدلاً من الكعكة ستحصل على كيلوغرامات من الدقيق. ما هذا؟ أين كعكتي؟ أين القصاصات الورقية؟ لماذا أحتاج إلى دقيق عادي؟ بسببه أنا الآن بيضاء تماماً كالشبح. المرح لا يتوقف عند هذا الحد. حان الوقت لعلبة من الحليب. توقف عن السخرية مني، هذا ليس عادلا. ستسعد باربي بالتأكيد بالمكون التالي، لأنه شراب الشوكولاتة. أنا نفسي لن أرفض ذلك. بالطبع أنا أحب الشوكولاتة، لكن ليس عندما تصب على رأسي. تجدر الإشارة إلى أن الشراب لذيذ جدا حقا. حان الوقت للرشات الملونة. باربي أمسكي. رائع، على ما يبدو من كل هذه المكونات علي أن أعد كعكة عيد الميلاد، لكنني بخير بدونها. لذيذ جدا. وهذا ليس كل شيء، الآن سأسكب الكريمة عليك.
لم أعد متفاجئة بعد الآن. هذا لذيذ لكنني شبعت. ما هو عيد الميلاد بدون شمعة؟ باربي اخرجي من الصندوق، حان الوقت لتهنئتك. هاي يا فتيات، أتمنى أن تكونوا استمتعتم بعيد الميلاد. حاولت جاهدا أن أجعله ممتع ولذيذ وشيق. هذه المرة سأختار الزر بمساعدة العد. لا، أريد الضغط على الزر الأصفر. باربي، أتمنى ألا تخافي من الحشرات، لأن لدي دلو كامل من الصراصير فقط لأجلك. من بين هذه الألعاب هناك واحد على قيد الحياة، لذلك عليك أن تكوني حذرة معه. تفضلي أمسكي هذا. لماذا ضغطت على الزر الأصفر؟ كان من الأفضل لو اخترت الزر وفقاً للقافية. الآن يجب أن أجلس بهذا التراب. هناك مخلوقات أيضاً. رهيب، أنا أكره الصراصير، ساعدوني. باربي، لماذا أنت بالخارج؟ علينا إعادتك. لا أريد الجلوس مع الصراصير. على الرغم إنها ليست حقيقية. ما الذي كنت خائفة منه؟ الآن أشعر بتحسن كبير، يمكنني اللعب مع الصراصير. من هذا الجالس على شعري؟ إنه حي. تخلصوا منه. ماذا؟ تعال حبيبي، دعنا نذهب. باربي فقط لا تعرفك، لذلك أصيبت بالخوف. في الحقيقة أنت لطيفة جدا. أعتقد أن هناك شيء رائع وراء الزر الأخضر في هذه الجولة. أتمنى أن تحب سوزي الشتاء، لأنك ستحصلي على دلو كامل من الثلج الأبيض والبارد جدا. لماذا أحتاج إلى الثلج؟ بسببه أصبح الجو باردا جدا في صندوقي. من الجيد أن لدي وشاح يدفئني. على الرغم، وشاح واحد لا يكفيني، بحاجة إلى شيء آخر مثل القبعة. الآن لست باردة على الإطلاق، حتى أن لدي مزاجاً للعب بكرة الثلج. مضحك جداً. هل تقول كرة الثلج؟ أنا أملك واحدة من أجلك، خذي. إيو، لم أرى أنك رميت، غير عادل. حان الوقت لإظهار لك كيفية رمي كرة الثلج. أخفقتي، لم يرميني أحد بكرة الثلج على الإطلاق. سوزي توقفي، أنا لا أحب هذه اللعبة على الإطلاق. لكن أنا أحبها، أريد شخصا يلعب كرة الثلج معي حقا. من هنا؟ من أين أتى الثلج؟ هل الشتاء بالفعل أتى؟ لقد ضربت باربي. اشتركوا فيها هنا حتى لا تفوتوا نفس التحديات الممتعة والشيقة والمضحكة للغاية.